بني أمية ثم عاصر قوائل بني العباس أسفا والمنصور والبهدي والرعادي والرشيد. عاصر خمسة من خلفاء بني العباس وروى عن كتابه المهدي ابن أبي جعفر المنصور، وروى عن أيضا هارون الرشيد وأولاده. أخذوا عن الإمام مالك بن أنس كتاب الموطأ، وكتاب الموطأ يمتاز عن الأمهات الست بأن سنده أرفع، أعلى سند للبخاري بينه وبين النبي ثلاثة أشخاص: شيخ البخاري والتابعي والصحابي، ولهذا يقال ثلاثيات البخاري. يوجد في البخاري نحو 40 حديث، هن يسموهن ثلاثيات البخاري، ما بين البخاري وما بين النبي إلا ثلاثة أشخاص: الصحابي والتابعي وشيخ البخاري. كما أن مسلم وأبي داود وغيره بينه وبين النبي مسافة، وأقرب سند في أحاديث قليلة أربعة تسمى رباعيات أبي داود، وإلا في من خمسة ومن ستة ومن سبعة، لكن ورد أحاديث قليلة ما بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، أربعة فقط سمى رباعيات أبي داود. وأما مالك فأقل يعني سند وأكثر سند هو اثنين: حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إلا شخصين فقط، فلهذا كان أعلى. كما أن أحاديث الإمام مالك صحيحة إلا نزل يزيد نحو أربع أحاديث قالوا فيها أنها من بلاغات الإمام مالك، أي يقول بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فهو من أقسام البلاغة، هذه تكون من أقسام المرسل، والمرسل من أقسام الحديث الصحيح. سيأتي أربع أحاديث أو أقل أو أكثر يقول الإمام مالك فيها بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمى بلاغات الإمام مالك، يكون حكمها حكم الحديث الضعيف لأنها مرسل، لا ندري من هم الواسط ما بين الإمام مالك وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يسموه من البلاغات. ومن جملة بلاغات الإمام مالك حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. مع أنه هذا الحديث أي عارض الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نسي بعضها، وردت أحاديث صحيحة تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نسي بعض الأشياء فأوحي إليه أو نبه. ففي بعض البرات صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعله وهو متنجس، ثم أوحي إليه أو ألهم إلى أن نعلم متنجسة فنزع أصحاب نعالهم، فقال لهم: لماذا نزعتم نعالكم؟ قالوا: لأنك نزعت نعلك. قال: هو أوحي إلي بأن فيها نجاسة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى
وكذلك في حديث أبي هريرة سلم النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين في إحدى صلاة العشي وهي الظهر أو العصر، كما جاء في حديث البخاري في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أنه قال أبو هريرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي، العشي يطلق عند العرب من بعد الظهر، فسلم على ركعتين فسكت أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الكبار فسكتوا، فقام رجل يلقب بذو اليدين واسمه الخرباق بن عمرو، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، وفي رواية لم أنس الصلاة ولم تكسر، قال بلى بل قد صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجد للسهو. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى. وهناك أحاديث آخرة، في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا ذكرتني؟ قال النبي، قال أصحابي للنبي أنك تلوت الآية الفلانية، وهي ما في ذلك. كيف القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسيت أيه وأخبر فيها يعني، فما ردش عليه الصحابة، فقال هل لا أذكرتني؟ وهذا يعني ومن ريد نسي النبي صلى الله عليه وسلم وقام ترك التشهد الأوسط وقام يؤتي الركعة الثالثة فسبح أصحاب له فأشار إليهم أن قوموا فقاموا فصلى وسجد للسهو لأنه ترك التشهد الأوسط. ولهذا يقول العلماء أن من ترك التشهد الأوسط فلا يرجع وقد أصبح قائما. قال في الأزهار ومن المبطلات للصلاة هو العودة من ركن فعلي إلى مسنون تركه، أي العودة من الركن الفعلي وهو القيام للركعة الثالثة، وهو الاستمرار على القيام في الركعة الثالثة لمسنون وهو التشهد الأوسط. هذه كلها الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ينسى، فلهذا ضعفوا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، هذا أنه ما ينساش ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله ينسى لأجل يسن للناس. هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك، وأيضا حينما يقول العلماء الأمهات السيد المراد بها عند جمهور المحدثين هو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا ابن الأثير صاحب جامع الأصول وصاحب تيسير الوصول التيبع، فعندهم أن الأمهات الست هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وموطأ مالك صاحب تيسير الوصول التيبع، وابن الأثير مؤلف كتاب جامع الأصول، عندهم أن الأمهات الست هي هذه الست، إلا أنهم يعملون موطأ الإمام مالك بدل سنن ابن ماجه، نظرا إلى أنه أعلى سند وأحاديثه الضعيفة قليل جدا بخلاف الأحاديث الذي تفرد بها ابن ماجه فأكثرها ضعيف، ما تفرد به ابن ماجه فهو حديثه في الغالب يكون ضعيف، وسنن أبي داود هي أقوى منها وأصح، فأصح الأمهات الست هي البخاري
وفي الدرجة الثانية مسلم، وفي الدرجة الثالثة النسائي، ثم بعد ذلك أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، إلى حد أن ابن ماجه، إلى حد أنهم وجدوا في سنن ابن ماجه بعض أحاديث موضوعة، بعض أحاديث سنن ابن ماجه موضوعة، مثل حديث ورد في سنن ابن ماجه في فضيلة مدينة قزوي، مدينة قزوين الذي عند بحر قزوي في الاتحاد السوفيتي. ابن ماجه هو من هناك، حب الوطن جعل يروي في سننه حديث، قال الحفاظ أنه حديث موضوع، وهناك حديث موضوع أيضا في سنن ابن ماجه، وهو حديث من كثرت صلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث موجود في سنن ابن ماجه وهو موضوع أو مدرج، بعضهم جعل من باب المدرج وبعضهم جعل من باب الموضوع، المقصود أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الشيخ الذي بيقره، وفي أثناء ما بيدي لهم الصلاة وبيقول لهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتبوا الحديث السرد هذا عنه، ودخل في أثناء ما بيكتبوا السرد دخل أحد التلاميذ، أحد تلاميذ شريك، هذا الذي بيمليه شريك القاضي، وهذا اسمه قرة ابن فلان، دخل فرأى ولد جميل وسيم متدين من العباد ومن طلبة العلم، فرأه في غاية من الوسامة وعليه نور الإيمان والعلم، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فتوهم التلميذ هذا أنه حديث وربطه بالسند الأول ذيك، وقال في سنن ابن ماجه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا الحديث عند علماء الحديث من الاحاديث الموضوعه، وبعضهم يسميه من الاحاديث الموضوعه بغير اختيار، ما قصدش الواضع يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سهى وغلط، وبعضهم يجعل مدرج أنه من كلام الشيخ. هذا لا يوجد مثل هذا الحديث من الأحاديث الذي أجمع العلماء على أنها موضوعة، ما يوجد في سنن أبي داود أو في غيره من السنن. فلهذا ابن الأثير والتيبع آثروا كتاب الموطأ للإمام مالك على كتاب ابن ماجه ملاحظة لأن سنده أعلى، ولأنه أول كتاب هم قد كانوا ألفوا ناس كثير قبل الإمام مالك، لكن انقرضت هذه المؤلفات الذي ألفها سعيد بن أبي عروبة وفلان وفلان، انقرضت ولم يبقى من المؤلفات القديمة التي ألفت في النصف الأول النصف الأول من القرن الثاني في أيام أبو جعفر المنصور وأيام الرشيد وغيره، لم يبقى من الكتب المدروسة الذي يدرسها الناس ويشرحها ويعلقها إلا موطأ الإمام مالك، أما غيرها فقد انقرضت. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصلاة، باب وقوت الصلاة أي أوقات الصلاة.
قال محمد بن الحسن هذا النسخة هي النسخة التي موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، لأنها اختلفت النسخ، بعضها من رواية محمد بن الحسن الشيباني، وأكثرها موجودة في بلاد الشرق في العراق وغيره، ورواية آخرة من رواية يحيى ابن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك، وأكثرها موجودة في الموطأ الموجود في بلاد ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا والأندلس حينما كانت مسلمة مدة 800 عام، كانوا يقرؤون الموطأ ويعتمدوا عليه أكثر من اعتمادهم على البخاري ومسلم وغيره. وقد قال الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء أصح كتابا من موطأ مالك. قالوا أصح الكتاب هي البخاري ثم بعده مسلم. قالوا وأما قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي أن ما رأيت أو ما سمعت بكتاب تحت أديب السماء أصح من كتاب موطأ مالك، فإنما قاله بالنسبة إلى المؤلفات التي ألفت في عصر الإمام مالك، والبخاري ومسلم يومئذ لم يكونا قد وجدا. الإمام الشافعي حينما قال هذا القول وعاد البخاري ومسلم صغار أطفال ما قد ألفوش، فمسلم هو تلميذ البخاري، والبخاري له عدة مشايخ ومن جملتهم أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل له عدة مشايخ ومن جملتهم الإمام الشافعي، والشافعي له عدة مشايخ ومن جملتهم محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، كما أن من مشايخه الإمام مالك ابن أنس، فهو قال هذا القول قبل أن يؤلف البخاري صحيحة وقبل أن يؤلف مسلم صحيحة. يعني الموطأ المسهل، قال أبو جعفر المنصور وطئ الكتاب هذا وسهله للناس، وتجنب رخص ابن عباس وشدايد ابن عمر. ابن عمر عبد الله ابن عمر كان متشدد في الفكر متشدد، وابن عباس كان مترخص كثيرا، فلهذا أبو جعفر المنصور قال للإمام مالك أنك سهله للناس وتجنب فيه شدايد ابن عمر ورخص ابن عباس. قال الإمام مالك فعلمني كيفية التأليف، أي أنني أتوسط ما بين الإفراد وما بين التفريد. ما لها اي، لكن بعدهم مش قبلهم، الذي قبلهم اكثرها قد دخلت في الامهات الست، المؤلفات الذي الفت اكثر موطا بالك قد دخل في صحيح مسلم. يقصد هل من الاحاديث ضاعت؟ ماشي ماشي ما ضاعش، قد كلهن دخلن في المؤلفات الاخيره. جامع عبد الرزاق ما فيه من الاحاديث المرفوعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح قد دخل في الأمهات الست. موطأ مالك ما فيه من الأحاديث أكثرها الصحيحة المرفوعة قد دخلت في الأمهات الست، وعدمه وقفوا على مؤلف ألفه همام ابن منبه. همام ابن منبه أخو وهب ابن منبه تلميذ أبي هريرة، كان يكتب عن أبي هريرة جميع ما حفظه، وعثروا عليها أخيرا وطبعوها، فتتبعوها فوجدوا
جميع الأحاديث الذي في صحيفة همام بن منبه قد دخلت في الأبهات الست، قد كلها دخلت. فيقول حتى ترى عبد الرزاق، حتى ترى عبد الرزاق قال، حتى ترى عبر بن راشد قال، حتى ترى همام بن منبه قال، حتى ثني أو سمعت أبا هريرة، في الكتب كلها قد دخلت. يعني معنى هذا كل الأحاديث الأمهات الست وغيرها، عاد مستدرك الحاكم، وعاد بسنن البياقي، وعاد بسنن الطارق ودني، وعاد به مسند الإمام أحمد بن حنبل في 20 مجلد أو كم قدو هذا الذي دولنا ها أطبع حقوقه زادة توصل 25. هو بيطبعوه الحين، بيطبعوه مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقد ارسلوا لي قبل سنة في رمضان بعض مجلدات، وفي رمضان الذي بعده بعض مجلدات، وفي هذا السنة منتظر يصل المجلدات الآخرة، لكن عملوه على الترتيب الأصلي الذي رتبه الإمام أحمد بن حنبل، وهو صعب على ترتيب أصحابه. فحديث أحاديث أبي هريرة في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الهبة وفي الحدود وفي كل شيء وفي المناقب وفي الفضائل وفي مكارم الأخلاق جمعة، وحديث علي بن أبي طالب وحده، وحديث عمر وحده، كم ما يشتري الإنسان يعثر على إلا ما يطالع المجلدات كلها. وأنا استغربت ها الفهارس إلا تكمل المسألة. إيه لكن لو لاحظوا الترتيب الفقهي، لأن الشيخ البنا عبد الرحمن البنا قد طالعه ورتبه ترتيب حديث، وأتابع حديث الصلاة في باب مخصوص كلها، وحديث الزكاة، وحديث الحج ماهر قوي، كذلك العلام الشاكر عمل هذا العملية، فقد كان صواب ال أحمد شاكر على نفس الترتيب الأصلي حتى البنا ما هو مرتب على هذا، لكن الظاهر ما تمش ما تمش. وأنا وجدت في بعض كلام جدي القاضي محمد بن علي العمراني أنه قال أنا بين أفكر أنني أرتب على الهدسة، أرتب على ترتيب الهدسة البكي، وسوى سيف الإسلام محمد بن الإمام في عرض الكتاب حق هذا، انظر صفحة كذا، فالمؤلف يقول كذا، ولكن بلغنا أخيرا أن بعض علماء بصر الآن قد أصبح يرتبه على الترتيب البكي هكذا. هذا لو تم الترتيب الفقهي هذا وشرحه، وإلا فهو أكبر من السنن وأكبر من غيرها. إيه تختلف بعضها زيادة وهذا فيها نقص، إيه لأنه المؤلف في بعض المؤلفين يألف وبعد أيام يخطر بباله زيادة في زيتها، هذا في الكتب كلها مش غير فيه. ورواية البخاري هي مختلفة، لكن هذا المشهور هي رواية الفربري، صحيح البخاري المطبوع والمخطوط والذي بيقرأه الناس هي من رواية الفربري عن شيخ محمد بن إسماعيل البخاري، وعد من رواية الكشميني وفلان وفلان، لكن مش تارنج. كذلك في كتب الزيدية كتاب الإمام أمالي الإمام أحمد بن عيسى ابن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا أمالي أحمد بن عيسى، بتختلف النسخ، يقولوا في نسخة الشريف كذا كذا، وفي نسخة فلان كذا كذا، لأن المؤلف لا زال إلى الآن. فلو لاحظ بعض المؤلفات الآن في كالسنة بتختلف ترتيبها وزيادتها ونقصها سيد ثابت، كذلك مؤلفات آخرة، هذا صفة صلاة النبي للألباني مختلفة عن نسخ المطبعة الأولى والطبعة الثانية والثالثة بيختلفين وهكذا. قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك ابن أنس عن يزيد بن زياد مولى بني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه سأله عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صلى الظهر إذا كان
ظل صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل. فإن بت نمت إلى نصف الليل فلا نامت عيناك، وصل الصبح بغلاس أي في وقته. قال محمد هذا قول أبي حنيفة رحمه الله في وقت العصر، وكان يرى الإسفار في الفجر. الوقت الأول وقت الظهر عند مصير ظل الشيء مثله، وهذا متفق العلماء كلهم على أن وقت الظهر يبدأ عند زوال الشمس وآخره عند مصير ظل الشيء مثليه، وهو أول وقت العصر. ولهذا يسميه بعض العلماء وقت مشاركة، الأربع دقائق التي آخر وقت الظهر تكون أيضا أول وقت العصر، لأن في حديث جبريل أنه صلى به اليوم الأول الظهر في أول وقتها عند الزوال، ثم صلى يوم ثاني الظهر العصر في الوقت الذي صلى في اليوم الأول فيه الظهر. فقالوا أن أربع دقائق تسمى وقت مشاركة، تصلح للظهر وتصلح للعصر. وبعضهم قال أنه بتأويل أنه فرغ، أن اليوم الأول فرغ منه عند مصير ظل الشيء مثله، وهذا بدأ منه عند مصير ظل الشيء مثله. ثم اختلفوا في آخر وقت العصر، لأن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن آخر وقت العصر عند اصفرار الشمس، وفي حديث جبري عند مصير ظل الشيء مثله. فكيف نجمع بين الأحاديث؟ قالوا نعمل بالزايد، الحديث الذي نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن آخر وقت العصر عند اصفرار الشمس، يعني ما دابت الشمس بيضاء نقية لم تصفر، هو زيادة على أن يكون الظل مثله، فنعمل بالزايد. أما أولا فلأن القاعدة أن العمل بالزايد أفضل من العمل بالمزيد، لأن الزايد هذا قد حفظ لنا شيء زايد، فالأحوط أن نعمل به. ثانيا أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على العصر عند مصير ظل الشيء مثله هو في مكة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما لم تصفر الشمس متأخر لأنه في المدينة، وما كان متأخر أفضل مما كان متقدم في مكة. ولهذا نقول جاءت أدلة تدل على أن صلاة العصر يكون آخرها عند مصير ظل الشيء مثله، وجاءت أدلة تدل على أنه ما دابت الشمس بيضاء نقيا لم تصفر، فنعمل بالزايد. ونقول على الأصح أننا نعمل بقوله عند اصفرار الشمس، وهذا هو الذي رجحه الشوكاني في جميع مؤلفاته، بينما الإمام المهدي في الأزهر نص على أنه سينتهي الوقت عند مصير ظل الشيء مثله. وأما وقت المغرب فأوله معروف وآخره جاء في بعض الروايات عن الإمام الشافعي أن وقت المغرب مضيق، وأنه لا يتسع إلا لصلاة واحدة فقط، مثل ما صيام رمضان أنه ما يتسع إلا للحج لمرة واحدة.
والجمهور من العلماء قالوا أنه وسع وأنه إلى عند غروب الشفق الأحمر وبه يدخل وقت العشاء. قالوا أولا لأن فيه زيادة، ثانيا لأن حديث جبريل ورد في مكة، وهذا الحديث الذي فيه أن آخر الوقت عند ما يذهب الشفق الأحمر هذا ليس يعني هو متقدم. الرواية عن الإمام الشافعي في أحد قوليه قال أن المغرب وقته مضيق لا يتسع إلا لجماعة واحدة، واستدل بأن جبريل حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في الأربع الصلوات، في اليوم الأول في أول وقته وفي اليوم الثاني في آخر وقته إلا في المغرب. ففي الرواية أنه صلى في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في أول الوقت. استدل به الشافعي في أحد قوله على أن وقت المغرب مضيق، ولكن الجمهور من العلماء وهو أحد قولي الشافعي أنه وسع إلى عند غروب الشفق الأحمر. لماذا؟ قالوا لأنه وردت أحاديث قولية تقول أن آخره عند ذهاب الشفق الأحمر، والقاعدة أن الأحاديث القولية ماشيين كل قولية هذا فعل، لأنه تبقى الوقت ما بين هذا كل قول. لكن هذا الحديث الذي فيه أن آخر الوقت عند الشفق ذهاب الشفق الأحمر هو متأخر في المدينة، فيكون أرجح من حديث جبريل الذي وقع في مكة، وأيضا لأن فيه زيادة والعمل بالزايد أفضل. وأما العشاء فأوله عند ذهاب الشفق الأحمر وآخره في بعض الأحاديث ما يدل على أنه ثلث الليل، وفي بعض الأحاديث على أنه نصف الليل، فنرجح رواية نصف الليل لأن فيها زيادة. الصحيح أن آخر وقت العشاء هو منتصف الليل لا ثلث الليل، لكن قد قلت لكم في الدروس السابقة المراد بنصف الليل هو نصف الليل الشرعي، ليس نصف الليل على ما في الإذاعة الذي يقول الساعة الثانية بعد منتصف الليل أو الساعة الأولى بعد منتصف الليل. وبناء عليه فمن سيصلي العشاء في ربضة في ساعة 6 أو 6 الربع ويقول أنه ساعة 12 الربع ويقول أنه صلى في آخر وقتها، قالت تديك أصبحت صلاة قضاء وليست بأداء، لأن نصف الليل قد انتهى ساعة 11 وكسوف، لأن الليل في اللغة العربية هذا وفي الشريعة الإسلامية هو من عند أذان المغرب لا عند أذان الفجر، هذا هو الليل الشرعي الذي يأكل فيه الصائم، وهذا من عند الفجر يسبانها. فإذا أردت أن تدروا أي حين فهو يختلف، فمثلا هذا الأيام أذان المغرب ساعة كام؟ ساعة 12 وربع، ساعة 6 وربع، والفجر 12 والفجر 5:45 أو كم؟ 5:45 أظن، ما 5:45 أو 3 5:45 كم الفاصل؟ 11 ساعة. فالليل في هذه الأيام 11 ساعة، اقسموها 5 ساعات ونص في 5 ساعات ونص، هيا احسبوا من عند أذان المغرب 5 ساعات ونص، لا ساعة كم؟ لا 11 وربع. إذن في هذه الأيام سينتهي النصف الأول ساعة 11 وربع، 12 إلا ربع. فمن سيصليها ساعة 12 إلا 3 أو 11 ونص فقد صلىها في آخر وقتها، ومن سيصليها
ساعة 12 إلا ربع فقد أصبحت قضاء، أصبحت قضاء لأنه قد خرج الوقت. وفي بعض الأيام ستأتي في أيام يونيو ويوليو اليوم سيكون كبير، والليل سيكون 10 ساعات ونص أو 11 ساعات إلا ربع أو غيره، فنقسمها نصين، فسينتهي النصف الليل عند الساعة 11:30 مثلا. ولهذا نقول أن التوقيت الشرعي لليل غير التوقيت الفلكي الإذاعي الذي يقول بعد منتصف الليل. وأما الفجر فهو عند طلوع الفجر، ولكن اختلفوا أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان في أول الفجر أو في وسطه. الجمهور من العلماء أنها تصلى في أوله بغلس، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتوسط، ويحتج بحديث اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قالوا المراد أنكم تحققوا وتبينوا لا تغلطوا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة الفجر في أول وقتها، فقد كان يصلي الفجر ويأتي بالستين إلى المئة ثم يخرج والنساء خارجات من المسجد متلفعات ببروطهن ما يعرفنا من الغلس. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها دائما. و وأما في قولنا فإننا نقول إذا زاد الظل على المثل فصار مثل الشيء وزياد من حيث زاد الشمس فقد دخل وقت العصر. وأما أبو حنيفة فإنه قال لا يدخل وقت العصر حتى يصيد ظل الشيء مثليه. عند أبي حنيفة أن وقت العصر يؤخر إلى عند أن يصيد ظل الشيء مثليه، بينما في المذهب الزيدي آخر اللبس آخر وقت العصر حينما يكون الظل مثلي. وزيد الشوكاني قال لا نعمل بحديث ما لم تصفر الشمس. أبو حنيفة قال الحمد لله رب العالمين. الإمام أبو حنيفة شد فقال أن آخر أن أول وقت العصر عند مصير ظل الشيء مثليه، في حين أن العلماء يقولوا أنه عند مصير ظل الشيء مثله. استدل بدليل ضعيف، قد أجاب عن الحافظ العلامة ابن حزم الظاهري في كتاب المحلى، هاجم أبو حنيف بهاجم الشديد على قول هذا، وقال أن دليله دليل ضعيف. ما هو دليله؟ قال أن الأمم السابقة عملت كثيرا، ومثل اليهود عملوا كثيرا ولكن أجرهم وقع قليل، وبعد ثم النصارى عملوا أقل وأجرهم أقل، ثم الأمة المحمدية عملت قليل وأجرها كثير. ومثل لها في الحديث بأن هذاك مثل ما بدت الصبح، وهذاك قال من عند العصر، من عند الظهر إلى عند العصر، وأمة محمد من عند العصر إلى عند المغرب. هذا استدل بها أبو حنيفة على أن وقت العصر قليل ووقت الظهر كثير، فقال أنه من عند الزوال إلى عند مصير ظل الشيء مثله، ومن عند مصير ظل الشيء مثله يدخل وقت العصر لأجل يكون قليل. قال هكذا، لكن هاجمه صاحب المحلى وقال هذه أدلة خفية معارضة بالأحاديث الكثيرة
الذي تقول أنه عند مصير ظل الشيء مثليه هو قد انتهى وقت العصر، لكن جاء على الرواية تقول ما ذهبت الشمس بيضاء دقية إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واكتب الكتب اللي جاينا هنا ما قد وزعتوا انت. قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت صلاه الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال أنا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. هذا دليل على أن وقت الفجر يكون من عند طلوع الفجر الصادق إلى أن يحصل الإسفار، إلى أن يجرح الضوء. لكن قد ورد حديث آخر يقول من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدركها، دليل على أن الوقت يمتد إلى عند شروق الشمس، إلى قبيل شروق الشمس بدقيقة، هذا هو الوقت. وبعض العلماء يسميه وقت اضطراري، فوقت الفجر هذا من عند طلوع الفجر إلى عند الضوء إلى عند الإسفار، وقت هذا عادو اختياري. وفي قوله حينما قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدركها، دليل على أنه يدي يمتد إلى عند شروق الشمس، بخلاف في حق العصر فقد قال من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها، وسموه وقت تدارك، يعني أنه مدارك فقط للضرورة. إذا كانت الحائض قد طهرت أو إذا قد كان أي شيء، أو كان الإنسان نائم فاستيقظ. أما إذا قد كان الإنسان داهن فالظاهر أنه ليس بوقت. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنها صلاة المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يبقى ينتظر حتى تبيل الشمس إلى الغروب فقام ينقرها لا يذكر الله إلا قليلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أنه منافق، بخلاف في قوله من أدرك ركعة من الفجر قبل شروق الشمس فقد أدركها، لم يقل فيه أنها صلاة المنافق، مثل ما قال في صلاة العصر أنها صلاة المنافق، حتى قال والعلماء إنما نسميه وقت اضطرار أو وقت تدارك لمن قد كان نائما أو كانت حائضا ولم تتمكن من الغسل إلا في ذلك الوقت. أما إذا كان الإنسان باختياره وهو باق منتظر فيسمى منافق بنص الحديث.
حدثني يحيى ابن مالك حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاه الفجر الغلس، لانه كان يصلي صلاه السنه سده الفجر مخففه ثم يشرع في صلاه الفجر فياتي بستين الى المئه من الايات ثم يخرج والنساء مترفعات ببروطهن ما يعرفن من الغلس، يعني من الضلاء، دليل على ان افضل الوقت اوله، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم في اوله خلافا للحنفي، فقالوا ان افضل وقت الفجر عند الضوء، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، واجابوا عنهم بان المراد تحققوا حتى تتحققوا انه قد ظهر الفجر الحقيقي، لان عدم الفجر الكاذب والفجر الصادق. وايضا هذا الحديث سيعارض الاحاديث الكثيره الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لا يصلي الفجر الا في اول وقته، وانه كان يصليه بغلس. فرق ما بين الغلس والغبش. الغبش هو قالوا الغبش هو اخر النهار حين يدخل الظلام في اليوم، والغلس اذا عاده في الضلع، والغبش اذا قد غلب الضوء، اذا قد غلب الضوء فيقال له غبش، واذا قد اختلط ولكن الظلام قد غلب فيقال له غلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن العرش كلهم يحدثونه عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تضرب الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن الفرق بينهن أن في حق العصر ورد حديث أنها صلاة المنافق، وفي حق صلاة الصبح لم يقول أنها صلاة المنافق، وأنه وقت موسع. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كاتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حافظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفي ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء دقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا من الموقوف، قد قلت لكم بالأمس أن الآثار والأحاديث الواردة في موطأ مالك بعضها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضها موقوفة على الصحابي، وبعضها من كلام التابعي. هذا موقوفة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عباله بهذا المكتوب، لكن وإن قد كان بالرأي فكلها مستندة إلى الأحاديث. الفكرة الأولى إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حافظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا قد دلت الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة
ويسأل عنه هي الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأحاديث أخرى مهمة أنه إذا حافظ عليها وإلا زج في النار وغيرها. ثم قال: صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا عند مصير ظل الشيء مثله، لكن في بعض الأحوال يسمى في الزواء، يسمى في الزواء، لابد أن نضمه. مثلا في أيام الشتاء الإنسان يقف هانها ومعه غو، هذا معه غو، هانا الغو، وبعد ينتقل إلى هنا، ينتقل الغو من الجهة الشمالية عند أذان الظهر إلى الجهة الشرقية. ففي أيام الشتاء يكون الظل هذا كبير، فإذا أردنا أن نعرف أي حين وقت العصر نجعل مصير ظل الشيء مثله هكذا، لما قدوا الظل هذا. ويقول العلماء مع ضم في الزوال، الشتاء يقع في الزوال كبير انضمه إليها، وفي الحماء ما بيقع إلا قليل. وبناء على ذلك فهذا حال ما نقول هكذا الذي لا يقول بفيء الزواء يقول حال ما يقع الغوم هانا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. ومن يقول بفيء الزوال يقول هذا الأيام كيف قد كان الغوم الذي في جهة القبلة، كيف قد كان؟ قالوا ذراع، يقول ضموا ذراع لهانا، ولا تقولوا أنه قد وقت العصر إلا إذا قد كان مصير ظل الشيء مثله مع في الزوال وهو الذراع. وإن قالوا وقت الظهر قد كان الغوم الذي سل الجهة القبلة الذراعي، فنضمها الذراعين. ونقول لابد أن يكون الوقت مع عند في الزوال، مع عند مصير ظل الشيء مثله مع في الزوال. وأما العصر فقد كان يكون والشمس بيضاء نقية، وفي بعض الأحاديث عند مصير والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، فإذا أصفرت خرج وقت العصر. وفي بعض الأحاديث أن الإنسان يذهب إلى العوالي، والعوالي هي قرية في طرف المدينة من جهة شرقي، بعضها مسافته فرسخين أو ثلاث فراسخ، فيسيد الإنسان للعوالي ويرجع وعاده وقت العصر، دليل على أن النبي قد كان يبكر بالعصر. وأما آخر الوقت فقد قلت لكم أمس أنها روايتين، رواية تقول أنه عند مصير ظل الشيء مثليه، ورواية تقول أنه ما لم تصفر الشمس، وزي ما لم تصفر الشمس هي أكثر، فنعمل بها ونقول أن آخر وقت العصر على الوقت الاختياري عند إصفرار الشمس. أما إذا قد مالت الشمس إلى الغروب فهي وقت التتارك واضطرار، وهي صلاة المنافق. وأما المغرب فوقت إذا غربت الشمس، ولكنه يخرج وقته بعد أن يغيب الشفق الأحمر، وغيب الشفق الأحمر يكون بعد ساعة إلا 7 أو 5 دقائق، ويدخل وقت العشاء. أما آخر وقت العشاء ففي بعض الأحاديث أنه إلى ثلث الليل، وفي بعض الأحاديث أنه إلى نصف الليل، فنعمل بالزايد ونقول أنه إلى نصف الليل. وقلنا لكم في مثل هذه الأيام إذا أراد الإنسان أن يؤخر العشاء فلا يؤخر إلا إلى ساعة 11:30، لأن نصف الليل سينتهي في هذا الوقت. أما بعد وقت 12 هذا فقد خرج الوقت، لأن التوقيت الشرعي هو أن نشوف ما بين أذان المغرب وأذان العشاء، ونجعلها مثلا في هذه الأيام 11 ساعة فنقسمها نصين. فأنا أقول إذا قد مضى على أذان المغرب
خمس ساعات ونص خرج وقت العشاء، وأصبح الإنسان الذي سيصليها بعد هذا الوقت سيكون قد أتاها بعد خروج وقتها. وقلت لكم أن بعضهم بيغلط ويصلي العشاء في أيام رمضان ساعة 12 إلا خمس دقائق، ويقول ما يخرج الوقت إلا بنصف الليل وهو ساعة 12. نقول ما هذا التوقيت الفلكي للإذاعة، أما التوقيت الإسلامي فالليل في الشريعة هو من عند أذان المغرب إلى عند أذان العشاء، وهو يختلف. ففي أيام الشتاء سيكون 11 الساعة، وأما في أيام الصيف ما يكون إلا 10 ساعات وكسور. يختلف، في أيام الشتاء سيكون 11 ساعة وكسور، وفي أيام يوليو أيام الحمى سيكون 10 ساعات وكسور، لأن الليل في أيام الحمى سيكون أقل. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، أجيب الصلاة لدلوك الشمس. قال بعضهم في تفسير قول لدلوك الشمس بمعنى عند دلوك الشمس، عند دلوك الشمس، وبعضهم يفسرها بقوله بعد دلوك الشمس. صاحب القاموس وصاحب البغني هذا لا في علماء اللغة قالوا اللام ها هنا أقيم الصلاة لدلوك الشمس المراد بها بعد دلوك الشمس، يعني ولو بدقيقة، أما عند الدلوك فهو وقت زوال المكروه، فسروا بقوله لدلوك الشمس. وبعضهم يفسرها بيقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند دلوك الشمس. أما رواية عن ابن عباس فيقول صلوا أقيم الصلاة مستقبل لدلوك الشمس، مثل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلين لعدتهن. اللام في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن هي للاستقبال، أي طلقوهن مستقبلين عدتها. وأما في قوله أجيب الصلاة لدلوك الشمس فالمراد بعد دلوك الشمس، وليس المراد لاستقبالها لاستقبال دلوك الشمس كما قال ابن عباس. ويريد السيد حسن الجلال في ضوء الدهر أنه يرجح هذا الكلام، لأن قاعدة الجلال في ضوء الدهر أنه يؤيد الرأي الضعيف من كان، وقال قلنا اللام ها هنا للاستقبال مع أنها ليست للاستقبال. لماذا؟ لأن الأدلة من الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الوقت عقيب الظهر عقيب الزوال، وأدي وقت الزوال تكره الصلاة فيه، وقال لنا أننا لا نصلي الظهر إلا بعد الزوال بدقيقة أو دقيقتين. فرأي ابن عباس هذا إذا صح سيكون معارض للأحاديث النبوية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الزوال الصلاة مكروهة، وأن الظهر سيكون بعد الزوال بدقيقة أو دقيقتين، أما قبل الزوال بدقيقة أو دقيقتين فهو مخالف للنصوص. أي الغيبة الكراهة. اللهم إلا في يوم الجمعة، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن وقت صلاة الجمعة سيدخل قبل الزوال خاص في صلاة الجمعة، لأنه جاء في الأحاديث أنهم ما كانوا يقيلوا إلا بعد صلاة الجمعة، وأنهم كانوا يحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم صلاة الجمعة ويخطب قبل الصلاة، ويأتي في بعض الخطاب في سورة قاف، ثم يأتي بعض الصور بسورة الجمعة أو غيره ويسلم فيخرجوا، وليس للحيطة ظل يستظل به هذا. وعلي وذلك عند الزوال. ذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
ورجعها الشوكاني في بعض مؤلفاته والأبيل في بعض مؤلفاته أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال ببعض دقائق، ولكن هذا إذا صادف، مش نتعمد ونخالف الناس كلهم نحفظ المسألة هذه ونصير نطبقها كما بعض الشباب يحفظ غير الأحاديث فهي هذا ويصير يخالف ويفطر في رمضان قبل الناس بثلاث دقائق ويسوي بعضهم هكذا. هذا إذا صادف مثلا غلط المؤذن فأذن لنا لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر بأربع أو خمس دقائق، توهم أنه قد وقت الظهر وسمع واحد بيدور الحبال حقه ويصيح وتوهم أنه بيأذن، فقال الله أكبر والخطيب بدأ يخطب نحمدك ونستعينك وبدأ في الخطبة، وسمعنا بعد المؤذن الذي في الإذاعة والذي في الميكروفون وغيره بيأذن، وجاء واحد بيقول عذاب دعوه يأذنوا في مسجد الاسطاء أو في مسجد السلطان أو في مسجد المدرسة الفنية أو حجر أو غيره، وقد بدأنا في الخطوة ثلاث أربع دقائق، فلا نخليش العواب يعني يدسوا أبون، يقول ما عليك العابي ما عليك، ونص المتعلم يقول ليش قد يقول لا مانع، فقد وردت أدلة تدل على أنه لا مانع أن نتقدم إذا صادفت مثل هذا، مش نتعمدها ونحفظ بي الحديث والحديث صحيح وقد ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل ورجعه الأبيل ورجعه الشوكاني ويصير غادي يجرنا الخطبة ويقول للمؤذن أذن ما هو نبادر ونعمل من هذا. قد سئل برا السيد العلامة محمد رشيد رضا في مجلة البنات هل هناك دليل صحيح يدل على أن وقت صلاة الجمعة قد يدخل قبل الزوال؟ قال نعم قد ورد حديث صحيح وذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راوي، لكن لا ينبغي للإنسان أن يشهد فيلاحظ يعني اجتماع الناس ووحدة الجماعة في المدينة القاهرة وغيرها يعني على السواء من هذا الناحية، لكن إذا صادف ما نقول شنو الخطيب يعني انزل ويثني الخطبة والمؤذن يثني الأذان من جديد، ما قد سار قد سار فقد وافق الحديث الصحيح وافق مثل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والأبير والشوكاري. ماشي هذه جزء من هذا، اسعوا إلى ذكر الله والمراد بذكر الله الخطبتين مع الصلاة. وحتى ذري ما نقول أن حقيقة بدلها فلا، لأنه يلزم بعدها أن نقول أن من لم يدرك الخطبة يصلي أربع ركعات، مع أن الأحاديث الصحيحة تقول أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركها. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وآخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجول بادئة مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسيد الراكب ثلاث فراسخ، الفرسخ ثلاث أمياء، والميل كانوا يقولوا أنه ألف ذراع وبعضهم يقول ألفين وبعضهم، وعلماء هذا الأيام مثل سيد سابق مؤلف فقه السنة يقول أنه الميل 2 كيلو إلا ربع، يقول أن الميل 2 كيلو إلا ربع، ما يزيد الراكب ثلاث فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرتها فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع
مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أن أخبرك؟ أنا أخبرك أصلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، دليل على أنهم كانوا يبكروا. هذا الحديث لا يقال أنه موقوف، بل هو مرفوع، لأن أنس بن مالك بيقال كنا نصلي العصر، وقد قال علماء أصول الفقه أن قول الصحابي كنا نعمل كذا وكذا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم المرفوع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على ذلك. وهذا بني عمرو بن عوف هم أهل قباء، هذه العوالي هي القرية التي شرقي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بني عمرو بن عوف هم أهل قباء الذي هم جنوب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هي قرية قباء الذي فيها مسجد قباء الذي نزلت فيها الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا المراد به مسجد قباء والمتطهرين الذي أثرى عليهم القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هم بني عمرو بن عوف، والمسافة بينهم نحو ميلين أو قريب ميلين ما بين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقرية قباء. لكن في هذا العصر قد العبارة تواصلت في الرسطة عن يمين الرسطة وعن شمالها، وأصبحت قباء تابعة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قبل 40 سنة كانت قرية قباء وحدها مثل ما عندنا قرية حزيل، والمدينة وحدها مثل ما مدينة صنعاء القديمة، والآن أصبحت قرية حزياز أو هذا تارسل تابعة، قد كانت منتجة مستقلة وحدها. أين السافر؟ قال سافر لا حزياز أو لا تارسل، الآن تارسل قد دخلت في صنعاء، هي مثلها، تارسل من صنعاء مثل ما قباء من المدينة، كما أن العمارات قد تواصلت إلى تارسل وإلى حزياز، كذلك قد تواصلت المدينة إلى أن وصلت إلى قباء، كذلك كانت المدينة هذا كتارو ده بس نحمد الله ونسمع لنا بان يدفع عنك الطبع بس، لكن من غدوة أنا ما بعي مع دشيش رجع يا دكتور، لكن من عبال غدوة رجع. ها كانت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي صغيرة، حتى أن الجبانة الذي يسميها الجبانة وتسمى في أيام النبي المصلى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء كان خارج المدينة. الآن قد دخل في المدينة، إذا وصلت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوا أين هو مسجد الغمامة، أين هو مسجد الغمامة؟ يقال لكم هو ذا مسجد الغمامة، هذا مسجد الغمامة عمر في المصلى الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليه
لصلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء. لكن قبل 30 سنة كان الإنسان يقول أين مسجد الغمامة، فيقوله بكة، فيخرج لا عنده مسافة. الآن العمارات قد وصلت إليه، والحرم نفسه الحرم البدني قد طولوا وعرضوا واشتروا البيوت الذي خارجه وأدخلوا. الآن أصبح ما بين مسجد الغمام وما بين طرف الحرم المدني ما عاد بينه وبينه إلا نحو 20 أو 30 ذراع، وإلا فقد تواصلت العبارات وتواصل الحرم نفسه إلى قريب من المسجد. وصلنا بر خديت إلى طرف الحرم وخرجت بين بسر عبار باهي وني مسجد الغمامة. ما نعرف مسجد الغمامة قبل 30 سنة، وهو وحده والحرم وحده، بينهم حوانيت وأسواق وشوارع وكل شيء. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال على سبيل مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ما يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. الحديث الأول والحديث الثاني متقاربات، لأن بني عمرو بن عوف هم سكان قباء، فقباء هي اسم القرية، وبني عمرو بن عوف هم ساكنية. فالحديث الأول والحديث الثاني مع معتين واحد، هذا سمى باسم القبيلة قبيلة بني عمرو بن عوف، وهذا سمى باسم القرية وهي قباء، ما بين مالك وأنس بن مالك إلا ابن شهاب. الإمام مالك عن محمد ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك، ما بين مالك وأنس بن مالك إلا التابعي وهو محمد ابن شهاب الزهري، هذا يسموه إسناد عالٍ، إسناد عالي من ثنائيات الإمام مالك، ما بين وبين الصحابي إلا شخص واحد وهو ابن شهاب. وهذا أنس بن مالك يتوهم بعض الطلبة أن مالك بن أنس هو ابن أنس بن مالك، بعض الطلبة يتوهم أن الإمام مالك إمام دار الهجرة هو ابن أنس بن مالك، ويتوهم هكذا أنه روى مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. لا فرق ما بينهم، أنس بن مالك من الأنصار أهل المدينة، من الأوس والخزرج أهل المدينة، والإمام مالك بن أنس هو حميري من الحمير، من ما يسمى الآن الصبيحة الأصابع، يقال مالك بن أنس الأصبحي، والأصابع هذا قبيلة من قبائل المعافر الذي الآن نسميها قبائل الحجرية ونسميها الصبيحة والأصابع وغيره. الإمام مالك بن أنس جده هو حميري هاجر من اليمن. فلان الأصبحي فلان الأصبحي إيه نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يتوهموا أن ابنه. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو الذي سموه ربيعة الرأ، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي اسمه الذي قال له ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك وهو من التابعين، ويسمى الرأي لأنه كان يميء كثيرا إلى القياس وإلى الرأي. عن القاسم ابن محمد
المراد به القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. إذا أطلق في كتب الحديث القاسم ابن محمد فالمراد به القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق الذي أمه بنت يزدجرد ملك الفرس. فالقاسم ابن محمد نسب من جهة أبيه إلى أبي بكر الصديق، جده من جهة أبيه هو أبو بكر الصديق، وجده من جهة أمه هو يزدجرد ملك الفرس، آخر ملك من ملوك الفرس. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق جده أبوه هو أبو بكر الصديق أول خليفة في الإسلام، وجد أبو أمه هو يزدجرد آخر ملك من ملوك الفرس. حينما سقطت دولة الفرس وأسروا بنات يزدجرد الثلاث والتوهين إلى المدينة فانصاحا وبكي إلى وجه علي بن أبي طالب وقال إحنا بنات الملك يزدجرد ما يقعشهيننا هذا الأهانة ويبيعونا في الأسواق. فقال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب أنه ينبغي لأن يعزوا هذا البنات ما دامهم بنات الملك يزدجر، فأخذوهن فما اتوهمش لناس عاديين، اتوا واحدة لمحمد ابن أبي بكر الصديق. فأنجبت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق علابة المدينة، والثانية اتوا للحسين بن علي ابن أبي طالب، فأنجبت زين العابدين علي ابن أبي طالب، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، والثالثة اتوا لعبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فأنجبت سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. فسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ومحمد والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وزين العابدين علي ابن الحسين، هؤلاء الثلاثة هم أولاد الخالات، هم أولاد الخالات، وقد نجبوا لأن الرجال العرب نجبة من جهة الأم، ومن هناك كاد الناس يكرهوا أن يتزوجوا بالعجميات ويقولوا أنه سيكون الولد هذا مولد ما بين العربي والعجمي فسيكون همجي، كانوا يعتقدوا. فلما أنجب هذا البنات الثلاث هؤلاء الأفاضل الثلاثة الذي بزوا أهل المدينة في العلم والفضل والدين، ومن هناك قالوا لا مانع هذا أن قد كانوا يسيروا يأتوا الذي بناته يعني ساقطات يتوهمون أن العلة هذا لما قد كان عن بنات ملوك. فأنجبي أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، يعني بعد الظهر عند العرب يسمى العشي من بعد الظهر، حين الآن ما بنسمي العشي إلا من بعد المغرب، واللغة العربية تسمي العشي من بعد الظهر. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في حديث ذو اليدين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي قيل الظهر وقيل العصر فسلم على ركعتين. قال عشي يطلق عند العرب من عند الظهر. باب وقت الجمعة. حدثنا يحيى عن مالك حدثني يحيى ابن يحيى الليثي إمام أهل الأندلس وعالمها، عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبي أنه قال كنت أرى دنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك وأبي سهيل
ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي خليد أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجيد وسرعة السير. قلت لكم بأحاديث صحيحة تدل على أن في يوم الجمعة لا مانع أن تقدم قليلا قبل الزوال. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة بن عبد الرحمن من كبار التابعين، والمراد أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من علماء التابعين، وهو تلميذ لأبي هريرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني بشرط أن يأتي بالركعة التي فاتته. وردت أحاديث كثيرة تقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، أحاديث صحيحة. وجاء في بعض الأحاديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركها. ورد عن أبي هريرة من ثلاث طرق ينضم بعضها إلى بعض فيصير الحديث حسن لغيره. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هذا يسمى من بلاغات مالك حينما يقول بلغه عن عبد الله بن عمر، لأن الإمام مالك بن أنس لم يدرك عبد الله بن عمر بل أدرك تلاميذه، فإذا روى عن عبد الله بن عمر فالحديث فيه انقطاع. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثيرا. باب ما جاء في دروك الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: دروك الشمس ميلها. هذا كلام ابن عمر، هذا حجه،